السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. نتمنى انكم تكونوا في صحه جيده ان شاء الله. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا ديال هذا النهار هذا، خليكم مع تتمات الفيديو وفرجه ممتعه ان شاء الله. رزان غير ود المغرب، غير ود المغرب. يلا ود، مازال كاع ما سالاش المؤذن. لقيتها بدات تصلي، هي بدات تزيد، قالت لك انا ماما باغا نصلي، بغيت نصلي ديريكت الجلوس، ما درتي لا ركوع لا والو. دابا نعلمك حبيبتي، دابا نعلمك، علموا اولادكم الصلاه. الحمد لله. وانت اش كديري؟ اش كديري؟ الدعاء ماشي هكاك الصلاه رزان، ماشي هكا. يو هاف تو ركوع فيرست اند ذن يو هاف تو ستاند. دابا نعلمك، كنشري ليها اللبسه ديال الصلاه ان شاء الله ديالها. ركوع نوت لايك ذيس، نوت لايك ذيس، ماشي هكا، ماشي هكا، هكا انت هكا. يو هاف تو بوت تو هاندز هير هير. هكاك، هذاك هو الركوع. يلا ستاند، الله اكبر اجين، الله اكبر، يلا سجود. ناو سيت داون. اوكي سجود لايك ذيس، بوت يور هيد داون لايك ذيس. يس يس، صافي. من بعد من بعد وانا علمك من بعد. Azali, tell us what's this food? Nasi kandar. I know what's nasi kandar. Nasi kandar means nasi, you bring kandar. This all people say is nasi kandar. What's but mean kandar? This kandar you bring by kashrab, or people you bring like this. Oh. But inside have curry, this simple. So what you have? We call what you have inside? Kari kambiang. Kambiang? Kambing? Kambing. Ada roz bejej. Roz bejej. Iya ni, ada roz dia ni, ada bejej. Wuhad la sus hadi. Bzaf dia kari. Kari campur. Khaltin. Mix. Fish, kambing, laham. Fish, kambing, laham. Campur, and madu little bit. Chicken also. مادو دي سويت سويت كاري، سويت كاري. قال لكم بلي هذا كل شيء، داكشي علاش كيعجب الماليزيين بزاف. هاد الكاري هذا مخلط فيه كل شيء، فيه النكهه ديال اللحم والنكهه ديال الخروف والنكهه ديال الماعز وكل شيء فيه. كيخلطوا كل شيء، النكهات ديال كاع الكاريات كيخلطوهم هنايا، ماشي غير كاري واحد. انا رزالي تيعطيني اللحم، قال لي انا دابا شراه هو الدجاج ياكو، شرا لي انا، قال لي انا شريت لك الخروف وشريت لراسي الدجاج. انا ضرت فيه، قلت لي لا، قلت لي علاش كون؟ قال لي ما سولنيش، قلت لي انا باغا الدجاج ما باغاش اللحم. صافي قلت لي انا وياك نتشاركو، نعطيه شويه من الدجاج ويعطيني شويه من اللحم. رزان حتى هي عندها الرز والدجاج وهاد لاصوص هادي. لوك لوك لايك ذيس ماليكي. قال لي شوفي شوفي هكا تياكل الماليزيين بحال الهنود. قال لك، قال لكم ماشي قال لك، قال لكم، قال لكم ديس انت. اي ثينك اي دون هاف اوكرا، تسحب لي ما عنديش انايا الملوخيه. ها انتم رزان كيفاش كتاكل، حتى هي كدير لاصوص ديالها. شنو هذاك؟ بابودوم. بابودوم شيبس، فيجيتابل شيبس. هذه ديك الشيبس ديال الخضار. خضار مينز فيجيتابل اين شيبس از شيبس فيجيتابل. خضار هي فيجيتابل. از ات شيبس از لايك از ات ان مروكن شيبس از لايك ان انجلش شيبس. قالت لي واش بالمغربيه شيبس حتى بحال لونغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا يس فيما رزقتنا وكي يزبنا امين. برافو رزان، جود جوب. نوبادي ون كاتش
خصها تهضر تقول الدعاء بالزربه باش تاكل بالزربه. قالها روزالي لا هضري بالشويه ونطقي الحروف كيف ما هما. ها كيفاش كياكلوا الرز ديالهم؟ هما راه هكا ياكلوا الرز ديالهم في المطاعم في كل شيء، يعني ماشي غير في الدار ولا زعما ولا يا اختي خدي راحتك في الدار ولا شي حاجه، راه هكا ياكلوا حتى في مطاعم عندهم. يبقاو يسوسوا في الرز كيف ما شفتوا دابا كيسوس يسوس في الرز، يعني ما خصوش يحس يديه، يسوس داك الرز من يديه ويعاود ياكل. الحمد لله الحمد لله ضربها البرد. ايوا صافي انا نجلس ناكل لحقاش فيا الجوع. نو جاست واتش قال لي لا لا بلاش راكسي راكسي تفرجي فينا. تمثل عليا زعما وتغني عليا. يلا ورينا شنو رسمتي. يلا وريني كم اكسبلين اجي شوف. يلا سيري بعدي شويه بعدي شويه بعدي شويه سيري لي راك تفهم راك تفهم المغربيه. قلت لها بعدي شويه وبعدات دابا. هادي اغنية هادي This is song. هادي اغنية. يلا وريني شنو رسمتي وريني شنو رسمتي. عرفتو من بعد الطليب والرهيب والطليب والرهيب والبكا والله حتى بكيت ماشي ما بكيتش. قلت لي حشومة عليك كي نشري شي حاجة خرجني وخا غير جوج دقايق هكذا نمشي انا ناخذها بيديا. قال لي لا انا نمشي نتأخر انا نمشي نجيب لك. قلت لي لا انا اللي بغيت نمشي نشريها بيديا حيت كتعجبني هاد الكيك هاد البلاصة هادي كيبيعوا فيها لي كيك كنجيو لها دائما. راه ديجا شاركتها معكم شحال من فيديو وهي كاينه غير حدا الدار يعني 5 دقائق بالطوموبيل كنجيو كناخذوا هذاك الشيء اللي بغينا وكنمشيو. المهم من بعد ما الطليب والرغيب قال لي لا الليل دابا ما غنخرجوش قصي في الدار انا غنمشي نجيبها لك. قلت لي لا والو بغيت نمشي نجيبها هي بغيت نمشي نجيبها. صافي طلع لي الدم عتي مليت من الدار ما بقيتش حملت نقص في الدار. صافي طلع لي الدم عتي الليل والصباح والنهار والعشيه وكلشي اش غنقول لكم. صافي تعصبت المهم راه التقاليد ديال هاد الناس هادو راه ما خصكش تخرجي من مورا الولاده كتكوني نافسه راه ما خصكش تخرجي لا انت لا البيبي. هادو هما التقاليد عندهم هادو هما العادات عندهم. الا شافوك الناس خارجه في الزنقه ولا شي حاجه ويلا ولدتي خصوصا الناس عارفينك يلا ولدتي راه كيتعجبوا لك. المهم من غير الا ما شافوا البيبي صغير ولا شي حاجه راه تيتعجبوا لك. هنا حتى هنا راه ملي العيالات هنا فاش كيكونوا والدات عندهم ديك الصايه خاصه كتسمى باطي. هذيك الصايه كيلبسوها الا شفتي المراه لابسه عرفتيها عرفيها يلاه ولدات. بحال ديك الصايه اللي شفتوني لابسه في السبيطار بحالها. شوفوا هاد الكيكه واش شاركتها معكم في غزاله فنه مصنوعه من زهره الفراشه. راه ديجا كنت شاركتها معكم شحال هذه بي باترفلاي كتبوها في جوجل غتلقاوها بي باترفلاي. راه غنكتبها لكم كيفاش كتكتب. غزاله كتعطي اللون الاكل كتعطي اللون المشروبات كتعطي اللون. المهم كتستعمل كملون. هنا في ماليزيا كيطيبوا بها واحد الرز مشهور بزاف سميتو ناسي كرابو. رازان طلباتني على واحد المصاصه كتعجبها ديال التفاح قلت غنمشي ناخذها ليها دابا. راه هذاك المحل راه كتخرجي من داك المحل كتجي هنا كتلقاي هذا المحل هذا. يلا دخلت باش نشري لها هذيك المصاصه ما لقيتهاش صراحه. خديت غير شي حويجات اخرين خاصني في الدار خاصني باندوش خاصني الخبز وخاصني الكونفيتور. جيت خديتهم هنايا
اللي حيت قريبه هذيك البلاصه صافي راه توحش نخرج نتقدى. عرفتي شنو هي توحشت نخرج نتقدى؟ انا راه الا ما لقيت ما ندير البنات، الا ما لقيت ما ندير في حياتي كنخرج نتقدى، نتقدى هادشي ديال الدار، نتقدى الخضار، نتقدى الفواكه اللحوم وداكشي اللي خصو يطيب. المهم كيعجبني نخرج نتقدى انا الخضره. ما عرفتش واش كلشي الناس بحال، واش كاين شي حد دابا كيتفرج فيا بحالي ولا ماشي بحالي. عرفتي كنموت على التقاديه، كنحماق عليها. شي حاجه تقول لي تقولي شنو هي دابا الهوايه ديالك، نقول لك الهوايه ديالي هي التقاديه والله. صافي داكشي علاش حسيت براسي تزيرت في الدار، حسيت براسي ماشي تلهيه، مكتئبه، غير الدار، البيبي، الحليب، الرضاعه، صافي الرضاعه الطبيعيه، صافي صافي طلع لي الدم والو. بغيت نخرج غير واخا نمشي نشري، غير نمشي نشري باكيه ديال التيد وحق الله العظيم. صافي تعصبت. عاد شنو هي 40 يوم ما تخرجيش، 40 يوم ما تخرجيش عندنا الناس، راه شي حاجه، راه بزاف ما يمكنش. حنا ما عندناش في المغرب بحال هكا. شوف شنو داير ليا حدا الدار. شوف ما عمرني صورت لكم حدا الدار، ما عمرني عطاني فرصه انني نجلس غير حدا الدار ندير شي طبيله. شوف شنو كيدير الكراتن، هادشي اللي كيوصلوا يوميا يوميا بحال هادشي كيشريه اونلاين يوميا. شوف الكراتن، شوفوا الكراتن، هادشي كلشي غير شريان وحق الله. حرم عليا الزنقه، حرم عليا، حرم عليا حدا الدار. السيد اللي ميسيت ان فرون هوم بوت تيبل ايت سام بريكفاست هير، قال لك سير وسير ما كيحشمش، قال لك تفيقي مع جوج بغيتي تفطري حدا الدار. ولكن وحق الله عرفتي، شوف هادشي، شوف 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 هادشي كلشي دائما دائما هادشي كيتمشي. هاد الكراتن كيديهم حاشاكم الكبير ديال الزبل ويجيو كراتن اخرين كيكون من الزبل. شي حاجه اللي هي مفيده يشريها راه والو، غير تخربيق، غير تخربيق. ما عرفتش داكشي ديال الطوموبيلات، ديال الطوموبيل كيشري الطوموبيل داك سميتو، شي حاجه ديال الدار، شي تخربيقات، شي حاجه، شي حاجه اللي ما والو والو. انا بعدا ما شفت شي حاجه شراها مفيده. شنو هذاك؟ واتس ذيس؟ بحال التخربيق هادشي، شنو هو هذا؟ ديال الدجاج. كاين هاد ستوري، هاد ستوري ما كاين والو غير انت. قال لي واش ما كاينش شي قصه اخرى؟ قلت ليه غير انت اللي كاين الساعه. هانت مقابل قشقاجاتو كيمسح فيهم ويقد فيهم ويشري ليهم ويحلق عليهم. شاده فيه هاد النار ولا تشد فيه. المهم انا يلاه جيت حطيت داكشي اللي شريت قبيله من المحل من الحانوت، عشان باقي، عشان باقي مغطي هنايا، غطيت عشا هنايا. دوك الكيكات اللي شريت حطيتهم باش ناكلهم. المهم يقبلوا على الروينه، راه اختكم نافسه. مذاق تاع الليمون اصلا. هاد الورده ما فيها، هاد الزرقيه راه ما فيها حتى مذاق، المذاق هو الليمون الحامض. هادي راه ديجا شاركتها معكم، سولتد كراميل ماكاداميا تشيز، واعره حتى هي فنه. هاد المحل هذا معروف في اسيا، معروف في اسيا تيبيع هادشي ديال لي كيك والماكلات، سباغيتي، الحوت. هادي واعرة، هي جا كليتها ونسيت على مذاقها. قلت لي داكشي ديال الدراري الصغار، عرفتي ما تديوهاش غير على الروينه اللي فوق الطبلة. حنا طبلتنا هكا دايما، دايما طبلتنا كتكون عامرة ودايما كتجمع، دايما عامرة ودايما كتجمع. ما عمرها ما غاديش تفهم لي هاد القضية، ديما عامرة وديما كتجمع. ما عرفتش كيفاش نشرحها لكم. قلت
قلت لي اليوم داك شتي التريس غير بكيت عليه. قلت لي واش هذا الشيء ديالكم نتوما ما غيتقعداش؟ علاش نتوما كتحبسوا المرا 40 يوم؟ علاش ما كتخرجش المرا 40 يوم؟ هادشي راه ماشي غير دابا، راه تا في فاش ولدت لافون هكا عرفتي شهر ما خرجتش، دابا راه مازال ما كملت شهر، بقات لي 5 ايام ونكمل شهر، 25 يوم وانا في الدار. حيدو من هذيك 6 ايام ديال السبيطار، 6 ايام ديال السبيطار يعني دابا قولي واحد تقريبا شحال 19 يوم، 19 يوم وانا في الدار ما كنخرجش والله غير الدار 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 الدار. الحمد لله على كل حال. هما علاش ما تيخليوش ما تخرج 40 يوم؟ تيخافوا، تيخافوا حتى هما بحالنا من هذا الشيء ديال الشعواده. الليل ما كيخلوش البيبي يخرج بالليل على حساب ان الليل راكم عارفين الليل شنو كيجي فيه، تيخافوا من الجن وهذا الشيء. داكشي علاش ما تيخلوش البيبي يخرج بالليل. المغرب خصو يتسدو جميع البيبان، يتسدو الشراجم في الدار، ما يدخلش زعما ما كيحلوش البيبان. حتى هما في الوقت هذا المغرب ما كيبقى حتى شي واحد في الزنقه كيلعب، الدراري الصغار كيدخلوا صافي كيسمعوا الله اكبر. خوش الدراري الصغار، الدراري الصغار مع بعضياتهم تيقولوا لبعضياتهم دخلوا دخلوا المغرب مغرب مغرب باليك باليك مغرب مغرب، بحال هكا تيقولوا زعما الرجوع الى البيت راه المغرب دابا. داكشي علاش هنا الناس بزاف تيخافوا من داكشي ديال بعد المغرب، والولاد المراه الا ولدت والبيبي ما خصهمش يخرجوا حتى هما بعد المغرب بالنهار، حتى هما تتخرجش المراه يعني المراه تقولوا بحيا في وطره نقاها تتبقى في الدار. راه الا شافوك الناس هنا خارجه هكذا تدوري لي والله تيعطيوها لك قداش هنايا تيقوسوا عليك، وحق الله يقول لك اوه خرجتي خرجتي للسوق قلت يلا ولدتي. انا داري ليا نوسي فاش يلا ولدت ديك الساعه رزان، ويلا عندي 10 ايام، وهو كان العرس ديالو في 4 في شهر 2 وانا ولدت رزان نهار 28 في شهر 1. وغير داز العرس ديالو مشيت لعندهم، داز ما عرفت شحال باش داز العرس ديالو 28 29 30 30 1 2 3 4 5 6 7 داز العرس ديالو بثلاث ايام ولا 4 ايام مشيت انا عندهم والله نهار العاشر ديال رمضان باش ولدت رمضان. حتى هي ديك الساعه فتح مع العمليه مشى لي واحد القانت وما حملتش راس بقى في الدار وهذا، وغير مشيت لعندهم ويقول لي 10 ايام وخرجتي عاوتاني عطاها ليا قداش هنايا وحق الله العظيم. حتى الفتحه ديال العمليه تفتحت ليا والله العظيم ما نكذب عليكم، بين فتحت العمليه تفتحت ليا قلت لي انت باينه اللي عطيتي ليا، انت اللي عطيتيها ليا قداش هنايا سبحان الله. كل بلاد والثقافه ديالها، كل بلاد وتقاليدها، ما تيخرجوش من 40 يوم ليه الحبس ديال بصح. دابا انا راني داخله للحبس 40 يوم ولا ندخل الحبس 40 يوم ماشي الحبس الحبس لا الحبس ديال الدار وبحال بحال مش من جريمة درت بلت واعره هادي غتعجب رزاني غادي يخلي ليها شويه غادي داخله في الكيكه والله لا بكيت عليه قبيله بكيت والو قلت ليه تخرجني نجيب شي الكيكه عاتي محمى على هاد الكيكه شنو نقول لكم محمى على هاد الكيكه شي سيمانه دابا مع الريجيم وداكشي ديال العمليه ما بنش ناكلهم دابا صافي الله يجعل البركه رضا من الريجيم والله ملي ولدت دابا راه شي 10 كيلو طاحت مني السيمانه الاولى كاع فاش يلا ولدت 10 كيلو طاحت مني بسم الله قلت هذيك الكيكه الاولى قلت هذيك الكيكه الثانيه رزالي رزالي كم تراي ديس باترفلاي بيلمن زوينه نشوف واش تجيبوا لي كم هذه المذاق ديالها دايمون مع 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 الفرماج وما حلوش بزاف. هذه سلطة كراميل داك الكراميل المالح مع الفروماج بالوسط مع ديك الماكاداميا العجينة ديال الماكاداميا عجنينها ها هي دايرينها الطبقة الثانية الأولى فيها الكوكيز الطبقة التالية فيها العجينة ديال الماكاداميا بحال الشكل ديال الموز والكركاع مكسرات هاد الماكاداميا راه مكسرات والفرماج تبقى الثالثة
تبقى رقيقة. الأخيرة هي صوص الكراميل، الكراميل المالح واعره واعره. نعرفش واش كيديروها جميع المحلات، تقدروا تلقاوها في شي بلاصة، لأن والله إلا كنصحكم تجربوا هاد الكيكة خطيرة. أنا من نهار تعرفت على هاد الكيكة هادي وليت مدمنة عليها. صحاباتي هنا في ماليزيا قلت لهم خدوها عجباتهم. أول مرة شريناها في العيد ميلاد ديال رازال، نهار دار 36 عام، دابا راه طالع في 37، شهر 11 دار 37، غادي كيشرف. قلنا غادي وأنا غادي وكان صغار كنضحك. رازالي أجي ولا غناكلها هكا مورايي؟ عشا درت الروز والدجاج مقلي والبيض مقلي وديك لاصوص ديال الهنود. I think هو اللي زوين. سمع this one more sweet. ما كاينش كيف دابا غناكلها نساليها. لا قالك بغيتها تكون باردة. غنخلي ليها دابا تنضحك معاها، غنخلي ليها هاد اللعيبات. واصل ما عندوش بزاف مع الكيكات، انا اللي عندي بزاف مع الكيكات، هادشي ديال التشيز هو عندو مع الشوكولاط، انا عندي مع الفرماج. خليت ليه شوية. اصلا هو قال لي في الاول ما بغيتش، والله الا قال لي ما بغيتش ملي جي نشري. دابا قبل ما نحل الكاميرا قلت له واش بغيتي الكيكه، قال لي ما بغيتهاش. رازان بوت شوب 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 يو لايك دون هاف. وصلتني على واحد المصاصه مشيت ناخذها ما لقيتهاش. اشنو وي دونت سي يو دونت سي باي ايس كريم اي باي ذيس. Thank you, but I can drink some, but I can hide. I need with a bottle. Bottle? Yeah. Can I just with a cup and bring my cup? No, don't bring your cup there. Why? Don't drink in cup. Really? In bottle. Okay. شوف ما بغات تشرب فكر عديريك. Yes. جيتي سخونة من الزنقة. يلا put some ice. دي وان سام كيك. راه انت هي ما عندهاش مع الكيكات ديال الفرماج. في سمور يو تيرستي غاتش زيدك مازال. ياك تنقول لك الا فيك العطش شربي الماء. ها الماء مور ما يك فينيش درينك ويت سترو. Drink water. Later you're more thirsty because you drink sweet. Done. إيوا البنات غادي نقول لكم تهلاو في راسكم واخا عليك. شتي راه كتشوفني عرفتي كتبغي تعصبني، كتبغي تعصبني دابا سمعتني كنهضر معاك. يلا بغيت نهضر قلت لها البنات نقول واه قلت لكم ثاني والبنات يدير واه خطيره هذيك تلعب لي على الاعصاب. ايوا قلت لكم هذا الشيء اللي كاين هذا النهار هذا. نتمنى ان هذا لا فيديو هذه ديال هذا النهار هذا تعجبكم البنات، وشكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء. مرحبا عليكم. شكون اللي غادي يجي تعاوني في هذه الروينه؟ قولي حتى الغدا سو كاين دابا راه عندكم الليل. والله الا عندنا الليل دابا والله دابا 10:30 10:35 دقيقه ديال الليل. يلا تهلاو فراسكم والى اللقاء. باي باي.